السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة اللي غادي تساعدكم انكم تحيدوا التموجات ديال الشعر، ولا داك الشعر اللي كيكون مجعد وكيتسرح الشعر بشكل رائع جدا. والجميل في هذه الوصفة ان ممكن حتى البنيتات الصغار من 5 سنين والفوق انهم يستعملوا هاد الوصفه. الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره، معكم مريم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وذلك بالضغط على زر ابوني موجود اسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس، يعني ضروري تفعلوا الجرس باش دائما يبقى يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات اللي كنحطوا على القناه، الاشعار ديال الفيديوهات الجديده اللي كنوضعوا على القناه. وزوروا حسابي على الانستغرام عالمك، ساترك لكم اسفل الفيديو، كنكون متفاعله فيه بشكل كبير وكنجاوب على الاسئله ديالكم بسرعه. كما قلت لكم وصفه اليوم هي وصفة خاصة بالشعر، يعني فيها العديد من المراحل باش كتحضر، ولكن كتعطي نتيجة رائعة ومكوناتها مكونات بساطين وكلنا متوفرين عندنا في البيت. غادي نحتاجو الأرز، غنحتاجو الأرز لهذا اللي كيكون أبيض وكيكون هو اللي تنطيبو مع الحليب حنايا، كيكون أبيض وكيكون سهل باش كيطيب وتيولي يعني سهل باش كيطيب وكي بحال كيتعجن مني كيطيب. يعني تقدروا تشريو حتى داك الرز اللي كيكون مهرس، اللي كيكون بحال نص ديال هاد الرز كيكون هكا مهرس، هذاك اللي تاهو كيطيب بسرعه تقدروا تاخذوه. غادي نحتاجو الارز، الارز الكميه ديالو كتبقى على حسب طول وكثافه يعني شعر كل واحد. تقريبا هنا عندي واحد الكاس، وكل واحد كيزيد الكميه على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالو. وغادي نحتاجو الماء. اول مرحله غادي نديرو هي غناخذ الرز غنكبو عليه الماء وغادي نطيبوه. خصنا يعني نقوم بطهي هذا الارز بشكل جيد حتى كيصبح على شكل عجين، يعني ضروري هذاك الرز ديالنا يولي بحال عجين. من بعد غادي نكمل معكم طريقه تحضير هذه الوصفه. اول شيء نقوم به هي نقوم بطهي الارز بشكل جيد مع الماء. كما كتلاحظوا معايا فانا طيبت الارز، حاولوا البنات تطيبوا الارز حتى كيولي هكا طيب مزيان وبحال على شكل يعني عجين، وحاولوا طيبوه حتى ما كيبقاش فيه الماء، تينشف من الماء ديالو. دابا انا غادي نزيد نطحنو باش ما كيبقاش عندي غير حبات بحال ما هكا، غادي نزيد نطحنو باش يولي ناعم جدا. غادي نوضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي ونمزجو بشكل جيد باش يولي عندي عجينه لينه، ومن بعد غادي نكملوا طريقه تحضير هاد الوصفه. وكما كتلاحظوا معايا بعد ما طحنت الرز بشكل جيد، هانتم كيف ما كتشوفوا ولا عندي بحال شكل عجين. دابا غادي نمروا للمرحله الثانيه، وهي غادي تضيفوا الزيوت لهاد الارز. ممكن انكم تضيفوا زيت الزيتون، انا شخصيا غادي نضيف زيت جوز الهند. هاد الوصفه راه كنحضرها لي شخصيا باش نديرها، كتسرح البنات الشعر بشكل رائع. ماشي ضروري يكون مجعد شعرك بشكل كبير عاد ديريها، راه ممكن لاي وحده ديرها الشعر ديالها. غادي نستعمل زيت جوز الهند، انا كنستعمل هذا صراحه. ماشي هي مارك، هذه ماشي شي ماركه اللي زوينه بزاف، كاينين ماركات اللي حسن من هذا. غادي المشكل ديالها انهم حتى كيديروها في قرعه ديال في هذا الشكل ديال القرعه اللي كتصدي. من الاحسن هذا مني تشريوه وتكبوه في شي قرعه ديال الزاج. وكما قلت لكم كاينين ماركات احسن من هذا، انا هذا كنستعمله فقط للشعر. هذا زيت جوز الهند هو اللي غادي نضيف لهاد الوصفه. كما كتلاحظوا فانا ضفت زيت جوز الهند، راه هو اللي كيبان لكم هنا، انا ضفت كميه وفيره منه. راه ممكن تضيفوا حتى ربع كاس او لا نصف كاس من الزيت هو باش غادي تطلقوا الشعر ديالكم، باش غتخدموا الشعر ديالكم في هاد الوصفه وتعطيكم نتيجه مزيانه. غنمزج هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم كما كتلاحظوا معايا. ممكن تضيفوا زيوت اخرى، لكن كيبقى زيت جوز الهند وزيت الزيتون هما احسنهم. الا ما توفرش عندكم زيت جوز الهند ديروا زيت الزيتون، بغيتوا ديروهم بجوجهم ديروهم بجوجهم، راه ماشي مشكل. وهكذا كتكون واجده هاد الوصفه. بالنسبه لطريقه تطبيقها على الشعر، كما كنطبقوا اغلب الماسكات فحنا كنفرقوا الشعر لخصلات صغارين، وكنبقاو ناخذوا كميه من هاد الماسك ونجبدوا بها كالشعر ديالنا. حاولوا يعني تخدموا بها وهي مازال دافيه الشعر ديالكم، باش كتكون هكا رطبه وكتقدروا تطبقوها على الشعر ديالكم. الا حسيتوا بها بحال بردات ولا جمدات هاد الوصفه، دخلوها للميكرو اوند واحد جوج
دقائق وخرجوها، عاودوا حركوها بحال ما هكا، خليوها دفات شي شويه وعاد بداو طبقوها على الشعر ديالكم. يعني ضروري ديروها دافيه باش حكينشف هاد الاروز نيشان على الشعر ديالكم وكيبقى مجبد. قلت لكم كناخذوا هاد الوصفه، تنفرقوا الشعر الخصلات صغارين وكنطبقوا عليهم هاد الماسك، كنجبدوا كل خصله وتنديروا ليها هاد الماسك خصله بخصله بخصله، ولا لقينا نخليو الشعر ديالنا هكا مجبد ومسرح ومطلق حتى كينشف بحال ما هذاك الشكل. يعني ما كتلويش الشعر ديالكم ولا كتجمعوه باش ما كيزيدش يتجعد، كيبقى هكا مسرح، وفاش كتغسلوه كيبقى مطلق ومسرح. كنديرو كما قلت لكم الوصفه على الشعر ديالنا وكنخليوها المده، هي ما كتعطلش بزاف، يعني واحد 30 دقيقه حتى لساعه على الاكثر، فهي كتكون نشفات على الشعر ديالنا. من بعد فحنا كنغسلو الشعر ديالنا وتنديروا له شي شامبوان اللي كيكون لطيف على الشعر، شامبوان اللي ما فيهش سولفات، ما فيهش البارابان، هادو دي شامبوان اللي كيحافظوا على الشعر ديالكم وما كيضروش الزغبه ديال الشعر ديالكم بزاف. حاولوا تشريوا شامبوان اللي كيكون مكون من مكونات طبيعيه اللي كتحافظ على الشعر بشكل كبير. ولا بغيتوا الانواع ديال هاد لي شامبوان ومعلومات اكثر عليهم، زوروا حسابي على الانستغرام، فورا كنهضر على المنتوجات الطبيعيه بشكل كبير في الحساب ديالي على الانستغرام. قلت لكم كنغسلوا الوصفه، تنديروا الشامبو، غادي نعطيكم واحد الوصفه اخرى اللي كتعتبر بحال شكل بلسم للشعر، وممكن انكم ديروها من مورا هاد الوصفه اللي حتى هي سهله وبمكونات بساطين. هاد الوصفه الاخيره اللي قلت لكم كتعتبر بلسم، يعني حتى كنغسلوا الشعر ديالنا من هاد الوصفه، وماشي ضروري نكونوا دايرين هاد الوصفه عاد نديروها، نقدروا نديروها في اي وقت. تنديروها من مورا شامبو ملي كنغسلوا الشعر ديالنا. غادي نحتاجوا زيت جوز الهند، وغادي نحتاجوا جل الوفيرا. الا توفر عندكم جل الوفيرا اللي كيكون طري كيكون افضل، ما توفرش عندكم تقدروا تستعملوا هذا اللي كيتباع جاهز اللي فيه 92% من الالوفيرا. طريقه التحضير ديالها بسيطه، غادي ناخذ واحد الاناء غنوضع فيه القليل من زيت جوز الهند، كما كتلاحظوا راني وضعت زيت جوز الهند غير حيت الاناء شفاف راه ما تيبانش ليكم. وغادي نضيف له ملعقه من جل الالوفيرا، وغادي نمزجوا هاد المكونين مع بعضياتهم. هذه راه كيميه كتكون كافيه جدا. غنحصلوا على بلسم بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديال هذا البلسم اللي غادي تحصلوا عليه. هذا كما قلت لكم بعد ما تنغسلوا الشعر ديالنا، فاحنا كنديروا هذا البلسم على الشعر كامل، نديروا على فروه الراس والاطراف وعلى الشعر ديالنا كامل، ومن بعد كنشللوا الشعر ديالنا بالمدافي صافي، ونقدروا نخرجوا من الحمام. يعني ما نزيدوش نديروا شي حاجه اخرى، كتكون اخر حاجه نديروها للشعر ديالنا. بالنسبه للناس اللي ما تيعجبهمش يبقى ليهم بحال الشعر ديالهم ميدم، بحال غيحسوا بان شعرهم بحال بقى ميدم بهذا البلسم، راه تقدروا تعاودوا تغسلوا شعركم بشامبو عاد تخرجوا من الحمام. ولكن الا بغيتوا الشعر ديالكم يبقى زوين فديروا هذا البلسم وما تغسلوش، غسلوا الشعر ديالكم فقط بالمدافي وخرجوا من الحمام، غادي يبقى الشعر ديالكم غزال، خصوصا الناس اللي عندهم الشعر ديالهم اللي كيكون ناشف جاف مجعد، فهاد البلسم غادي يخلي لكم شعر رائع جدا. فيه زيت الكوكو فقط وجل الوفيرا، جوج ديال المكونات، وهاد المزيج يعني تقدروا تحضروه يبقى عندكم حتى المده ديال اسبوع جاهز وتستعملوه الشعر ديالكم. هانتم كما كتلاحظوا كيولي بلسم للشعر وكيعطي نعومه رائعه رائعه جدا للشعر البنات، صدقوني هذه من احسن الوصفات اللي انا كنجربها وكتعطيني نتيجه رائعه على الشعر ديالي. كنتمنى يكونوا عجبكم هاد جوج الوصفات اللي قدمت لكم، هاد الوصفه اللي كتساعد على تسريح الشعر وهاد البلسم، جوج الوصفات رائعين جدا. البنات اللي جربوهم يخليوا لي في تعليق الراي ديالكم فيهم. شكرا على تتبعكم القناه، شكرا لتتبعكم لهذا الفيديو. ما تنساوش تزوروا الحساب ديالي على الانستغرام على موكي، غنخلي لكم اسفل هاد الفيديو. السلام عليكم ونشوفكم فيديو جديد.